يعتبر الكلب هو أفضل صديق للإنسان، حيث يستطيع الإنسان الحصول على أكبر قدر من المتعة معه، كما أنه قادر على توفير الأمان والحماية له باستمرار ضد أي حيوان مفترس أو أي شخص دخيل. بالرغم من تعدد فصائل الكلاب حول العالم، إلا أننا اليوم سوف نعرض عليكم أقوى الفصائل حول العالم. هل أنت مستعد؟ هيا بنا لنبدأ. الكلب الأرجنتيني. عند النظر إلى وجه هذا الكلب سوف تدرك مدى الخطورة التي يستطيع تشكيلها على أي شخص. قديما كانت تستخدم هذه الفصيلة في عمليات الصيد نظرا لقدرتها الكبيرة على صيد حيوان الدب المفترس، كما أن الكثير من الخبراء يقولون أن هذا الكلب من الممكن أن يتم تصنيفه كما لو كان أسد الجبال، وخاصة أنه لا يكتفي فقط بالهجوم، ولكنه قادر على تتبع الحيوان المفترس أو الشخص الدخيل لفترات طويلة، ولهذا يعتبر واحدا من الكلاب الممنوع تربيتها في العديد من الدول. وولف دوغ، الكلب الذئب. يقال إن الكلاب مشتقة من فصيلة الذئاب، ولكن هذا لا يمنع أن العديد من الكلاب يتم التعامل معها كالذئاب تماما، حيث تعتبر هذه الفصيلة واحدة مما نتحدث عنها، وهي ناتجة من تزاوج كلب مع ذئب، ويعيش في الحياة البرية ويتمتع بالقوة والشجاعة والذكاء، ولديه أنياب حادة وطويلة ولها قدرة على اختراق الأشياء الصلبة بكل سهولة، وإذا تعرضت إلى هجوم من هذا الكلب في يوم من الأيام لن تستطيع النجاة منه على الإطلاق. كلب الشيبرد القوقازية. يعتبر أحد الكلاب الضخمة الخطيرة جدا، وهو أحد أقدم فصائل الكلاب. يحتوي على الكثير من الشعر على جسده، ويشكل خطورة كبيرة جدا على أي شخص يقترب منه. وبالرغم من أنه واحد من الكلاب الذكية، إلا أنه عنيد وشرس للغاية، ويتعامل بعنف وخطورة مع أي شخص غريب من أجل توفير الأمان والحماية إلى المنطقة والأشخاص المسؤول عن حمايتهم. ولو قابلت هذا الكلب في يوم من الأيام يجب عليك الابتعاد عنه على الفور، كما يجب عليك البقاء خلف أي حاجز، كما أنه يستخدم في الكثير من الأوقات من أجل توفير الأمان إلى قطيع الأبقار والأغنام من الحيوانات المفترسة. كذلك يتمتع بحاسة قوية جدا في الشم، كما أن له قدرة على التغلب على الدب الذي يتفوق عليه في الحجم. كلب الشيبرد الأسيوية. يصل وزن هذا الكلب إلى 220 رطل، وطوله يصل إلى 3.2 قدم، ويقال أنه واحد من الكلاب القديمة التي تم اكتشافها منذ أكثر من 4000 سنة، وطوال هذه السنوات كان قادرا على تحقيق شهرة وإعجاب كبير من قبل الكثير من الناس المتخصصين في تربية الكلاب، وفي الكثير من الأوقات كان يتم استخدام هذه الفصيلة في المبارزات القوية بين الحيوانات، وكان يحقق العديد والعديد من الانتصارات. يتعامل بعنف وقسوة بدرجة كبيرة مع أي شخص غريب أو أي شخص يشكل أي خطورة، لهذا يعتبر أحد الكلاب التي لا تعرف معنى الخوف، ويعمل على توفير الأمان والحماية لأي منطقة يقوم بحراستها، كما أنه يستخدم في رعاية قطيع الحيوانات من الحيوانات المفترسة. كاريليان بيردوغ. مقارنة بباقي الكلاب التي ذكرناها في هذا الفيديو، يعتبر هذا الكلب واحدا من الكلاب التي تتمتع بحجم متواضع، حيث يصل طول الذكر إلى 23 بوصة حتى الأكتاف، والوزن يصل إلى 66 رطل. يعتبر واحدا من الكلاب التي تمتلك الكثير من الشعر، والتي تنال إعجاب الكثير من الناس. يعتبر من أفضل الفصائل التي يتم استخدامها في الصيد، وذلك بسبب عنفه وشراسته ومهارته في القضاء على الفريسة، وهذا يمكنه من القضاء على أي فريسة بكل سهولة مهما كان حجمها. لديه فك وأسنان قوية للغاية تجعل عملية هرب الفريسة واحدة من العمليات الصعبة والمستحيلة. بولي كوتا،
يعرف أيضا باسم الماستيف الهندية. من الواضح من الاسم أنه يعيش في الهند، كان يستخدم في عمليات الصيد ويتصف بالضخامة، ويقال أن وزنه يعادل وزن الرجل البالغ، كما أنه يتمتع بقوة وشجاعة وقادر على السيطرة على كل شخص، وذلك يرجع إلى الأسنان والفك القوي الذي يتمتع بها، ولهذا فهو لديه مهارة كبيرة في قتل الفريسة والقضاء عليها في أسرع وقت. باير بايل. بالرغم من أن هذا الكلب يعتبر من الأسامي المضحكة، إلا أنه واحدا من أقدم فصائل الكلاب في أوروبا، وتم توريده إلى جنوب إفريقيا وتهجينه مع أقوى الكلاب، وهو يعتبر واحدا من الكلاب القوية والشجاعة والعنيدة، ويشكل خطورة كبيرة على أي شخص وحيوان يحاول الاقتراب منها، حتى يقال أنه قادرا على التصدي لهجمات الفهد الخطيرة بكل سهولة. وأكدت العديد من المصادر أنه قد هجم على الكثير من البشر في الكثير من الأوقات، وشكل خطورة كبيرة عليهم، لكن لم يستطع أي من العلماء معرفة السبب الذي جعل هذا الكلب يهجم على البشر. كاناري ماستيف. يعتبر هذا الكلب واحدا من الكلاب القوية والشجاعة، ويبدو هذا في عضلاته الضخمة التي يمتلكها في جسده، كما يمتاز بهذه الرأس المربعة الشكل، ويعتبر من أقوى كلاب الصيد حول العالم، حيث يتميز بالعنف والشراسة والخطورة، حتى أنه قادرا على الهجوم على الكثير من الأشخاص، وهذا ما يؤكد على أن الخطورة التي يشكلها تسببت في منع هذا الكلب في العديد من الدول، حتى يقال أنه قام بقتل مالكه في يوم من الأيام. الماستيف البرازيلية. تم تربية هذه الفصيلة من أجل القيام بمختلف عمليات الصيد، حيث يستطيع اللحاق بالفريسة دون أن يتسبب في مقتلها، لكن هذا الشيء لم يتسبب فيه تقليل نسبة الخطورة التي يتصف بها، ذلك بسبب أن هذا يكمن في الصفات التي يتمتع بها هذا الكلب، والتي لم يستطع أي من العلماء تغييرها حتى الآن. يعتبر هذا الكلب من الفصائل الممنوعة في بريطانيا والنرويج، وذلك بسبب الخطورة الكبيرة التي يشكلها على الناس. توسا. يعتبر واحدا من الكلاب التي تستخدم في المبارزات، ويصل وزنه إلى 220 رطل، وهو يعتبر واحدا من الكلاب النادرة في اليابان، بالرغم من أنها مستوطنه الأصلية. على مرور السنين كان يتم تزاوج هذا الكلب مع مختلف أنواع الكلاب من فصائل الماستيف والبولدوغ، وكذلك العديد من الفصائل الأخرى، ولهذا نتج عن مختلف عمليات التزاوج هذا واحدا من الكلاب القوية والشجاعة والذكية وكذلك الخطيرة. وأخيرا بول ماستيف. تعتبر أسلاف هذه الفصيلة واحدة من أخطر الحيوانات التي كانت تستخدم في عمليات الصيد، وتعتبر الفصائل الحديثة من هذه السلالة ذات قدرة كبيرة على الهجوم على الأشخاص الدخلاء. يصل وزن هذا الكلب إلى 130 رطل، وهذا ما يعبر عن الخطورة التي يشكلها. أصدقائي، هل لديكم القدرة على تربية أي من هذه الفصائل في يوم من الأيام؟ أخبرونا بذلك في التعليقات. كذلك لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الإشعارات ليصلكم جديدنا باستمرار. إلى اللقاء.